إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من مقر عمالة بن سليمان. أنا شفت هذا المقف بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، اجتماع كبير يحضره العديد من الشخصيات بحضور سيد الكاتب الاعلامي العمالي من اجل مناقشة عدة نقاط. تكلمت الوقت على خطاب السيد عادل على ابناء الجاليه وعلى الفريق الوطني ديال كره القدم، فعلا داكشي كيفاش. انا غادي نتكلم على فريق اخر اللي هو مؤخرا، اللي هو مثلا فريق كره السله، لانه جاء مؤخرا انهم كانوا استدعوه باش يمثلوا المغرب في الالعاب ديال الدول العربيه. انا غادي السيد ليست شي انه جاء واحد الفريق من الجاليه المغربيه انهم عرضوا عليهم باش يمثلوا المغرب. هذا الفريق انه في البنت ديالي ربما الناس في كره السله زهره وجهي، هي اللي كانت العميده ديال الفريق، انها هي اللي قادت الفريق لانه باش يوصل للنهائي. حنا كنا كنشوفوا ربحوا جميع الفرق هذا الفريق لانه النهار الاول اللي وصل باش كيف هذا كان فورماسيون، ربما هذا الشيء ما غاديش يتحل. دوه من واحد لوطيل وانا معاهم في الاتصال، هذاك لوطيل ملي وصلوا لي دوشوا لا في لا فوق لا صابو لا حتى شي حاجه. الغد مشاو كيترينيو كيترينيو في الدس، والبنت ديالي انها محترفه في فريق فرنسا وانها فرضت تلعب مع المغرب. اشكال اللي كيجرى اليوم ان هذا الشيء واش غير اقوال ولا افعال اللي كنقولوا للشباب، وخصنا هذا نجدد الدعوه للشباب. هنا هاد الخطابات وهاد الشيء الاحوال ديال صاحب الجلاله انها ما كتوصلش. ملي جا الفريق ملي جا الفريق الاخر اللي وصلوا عليهم قالوا لي ممكن حولونا لوطيل وحولونا في تريليو، دروك جابوا ربع دروك ربع ما تلوش بغاو يعطيوهم في تريليو، قالوا لي حولوهم لدار بيضاء. انا كنتكلم عليكم على الشيء اللي انا كنت صاحب عليه، قالوا لي علاش ما بقاوش باش ما بقاو ما يترينوش. وصل الوقت باش يمشيو لمصر، كانت فريق خاصو يلعب في مصر دابا. النهار اللي كانوا غادي يلعبوا داو ركبوا مع الوحده الليل، وصلوا مع 9 الصباح وعندهم ماتش مع مصر مع الربعه. هو المشكل لعبوا نعسين، الكره الاخرى ديال دول الخليج دول العربيه كانت تما، ما يمعلناش جاهدوا هاد البناء. وشنو اللي كان يلعب؟ كانوا يلعبوا ابناء الجاليه اللي جاو من برا، لحقاش المنتخب اللي كان هنا انه اللي كنسولهم مع عيالي. وصلوا للفينال جاو من هنا قبل ما يمشيو، داروا معاهم ليزانديميتي ديالهم، داروا معاهم في ديك العقود باش عطاوهم واحد الثمن ديال الفلوس. ملي رجعوا قالوا لي ما عرفتش نعطيكم هذا الشيء، عطاهم غير النص. هذا هو المشكل، النص. وانا شافوا البنت ديالي منهم وما بغاوش يسيروا لي الوراق ديالهم. سنينا حتى من بعد جاء الفريق الوطني الاخر ديال الاولاد انهم ربحوا الفينال في انغولا، ربما بعض الرياضيين هنا راهم كيشوفوا راهم كيسمعوا في انغولا. استقبلهم سيد وزير، انا كنت معاهم سيد وزير السيد موسى، استقبلهم وقال لي شحال غادي نعطيهم ديال الفلوس زعما كاين باش يساعدهم وباش هذاك الشيء اللي داروا هذيك المباراه اللي داروا. لحد الان واليوم هذا راه فات شهر يعني باقي ما عطاهم والو. المشكل ان ابناء الجاليه كره السله كانوا غادي يساهموا في الالعاب ديال البحر الابيض المتوسط. المشكل اللي جرى لهم في الالعاب ديال الدول العربيه كل شيء مشاو ما ساهموش. المغرب تقصى، ما مشاش المغرب البحر الابيض المتوسط راه ما مشاش، والناس اللي راهم عارف الرياضه هنا راهم كاينين، ورا لا ليست راه كاينه تما، ما مشاش المغرب تقصى لحقاش. ولاد الجاليه هما اللي كانوا مثل المغرب ما مشاوش. اشنا هي هاد المشاكل اللي كيقولوا ابناء الجاليه مجدد الدعوه؟ راه كاينه تجديد الدعوه فعلا، صاحب الجلاله كيتكلم على هاد الشيء، ولكن الافعال المسؤولين راه هما ما كيتصنتوش، ربما ما كيتصنتوش هاد الشيء اللي كيجرى. وانا هذا كوم انفورماسيون ماشي زعما كنقول ديروا ولا ما ديروا، الناس اللي عندهم والديهم. وانا من الابن ديالي وليد انا قلت له ما نبقاش نرجع، كيفاش يمكن لينا نساعدوا ولادنا وهي البنت ديالي لاعبه محترفه في فرنسا، كيفاش يمكن لهم غدا يرجعوا للمغرب وهما
ماشي غادي يقول لك داروا اليوم شي حاجه ولا هذاك الشيء، الاهانه كانت اليوم اهانه. وشوف انا ما غاديش نزيد عليكم في الثمن، هذيك هما انفورماسيون، ما غاديش ندور على اوقات اخرى ربما الناس غادي يتكلموا عليها. وشكرا. نرجو منكم اختصار التدخلات ديالكم واي تساؤل غيتم توجيهكم المصالح المختصه اللي حرام على هنا من اجل معالجه القضايا اللي تتبقاو. السلام عليكم، انا عبد الرحمن مستشفي معها. انا غير جيت مفاجئ مفاجاه حقيقه اقرب هنا. انا مشكلة صراحه ضياع عايش في امريكا ولا في 30 سنه، اللي هي الديريكتور ديال توريستي، او انا العظم في اورجنيزاسيون كتسمى ستار اس ار ار اللي كتسمى الكور فيها. كنحاول الطريق ندخل المغرب ان شاء الله ونستثمر هنا بحالي بحال الناس، وعلاش انا نخدم امريكا ما نخدمش المغرب البلد ديالي اللي تكون فيه. الحمد لله لقيت فرحين من السلطات المحليه ديالنا، الاستاذ خالد الفيتا ديالنا الله يطولنا بعمر سلعوا فيه، لان رئيس الجامعه ديالنا الله يطولنا بعمر. الحمد لله عندنا مشاكل، المشكل الوحيد لقيت انا ونصحتي في اللغه العربيه شويه راه ناقصه عندي. كنتمناو من السلطات المحليه باش تكلف بهذا.